مرحبا بكم في قناة منارة الثقافة. في هذا الفيديو نعرض لكم صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع زوجته عندما كانت تلميذا لديها. وجدير بالذكر أن ماكرون متزوج من بريجيت تورنيو التي تكبره ب 24 عاما، ولقد كانت بريجيت معلمته في مدرسة لابروفيدانس في مدينة أميان. التقى الاثنين لأول مرة عندما كان ماكرون طالبا في صفها في 15، ولكن أصبح رسميا مرتبطين عندما كان عمره 18 عاما. حاول والديه في البداية إبعادهما عن بعضهما البعض عن طريق إرساله إلى باريس لإنهاء السنة الأخيرة من دراسته. هنا شعروا بأن هذه العلاقة غير ملائمة، ولكن ماكرون وبريجيت بقيا معا حتى تخرجه وتزوج سنة 2007، والآن يعيش الزوجان مع أطفال الزوجة الثلاث من زواجها السابق. نتمنى أن نكون قد أفدناكم بهذا الفيديو. إذا أعجبك لا تنسى أن تضع لايك وتشترك في قناتنا.